في زبده بتتباع بس مش في اي مكان، اللي هو الزيرو فات. لو عايزين نعمله بشكل صحي ممكن نعمله بالزبده اللي هي ما فيهاش دهون. طيب ممكن نعمله عادي جدا بالزبده العاديه، وهنحط طبعا معاه نسبه بسيطه من الدقيق. تعالوا ننزله ونشوف هنعمله ازاي. نص كوب من الزبده، عندي نص كوبايه من السكر البني، ربع كوبايه من السكر الابيض، الاثنين يعني نحط سكر بني وسكر ابيض، وبعد كده عندي 2 عدد بيض، وعندي فانيليا، كوبايه من الدقيق، وكوبايه من الشوفان. ادي الشوفان قدام حضرتك اهوت، مش هنطحنه ولا حاجه زي ما هو. معلقه صغيره من القرفه، رشه ملح، وبيكنج صودا، وبيكنج باودر. تمام، اول حاجه بروح عندي حاطط عندي الزبده، وعندي السكر البني، وبعد كده عندي السكر الابيض، الاثنين مع بعض. نحط الزبده هنا، وعندي السكر البني والسكر الابيض، ونبدا ان احنا نضرب الاثنين مع بعضهم. ده اللي هو الكوكيز الشوفان، والنعم يا باشا، كل ده مع بعضه. الحاجات بس اللي بنتكلم عليها، مش شرط حضرتك الزبده. نقطه كويس جدا اللي الدكتور كان بيستفسر عليها، وهي السكر في الكوكس. مش شرط خالص اللي انت تدوب السكر في الكوكس خالص، ما بالعكس، ده انا محتاج السكر كمان فيه عشان يديني حته الاستاكه اللي انا محتاجها في الكوكس من جوه. هقوم حاطط عند البيت والفانيليا السايلة أو فانيليا بودر، مش شرط فانيليا سايلة يعني. حط البيضة الثانية، نقوم واخدين عندنا الدقيق، كوباية الدقيق، حط عليها كوباية الشوفان، نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، رشة ملح، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، سنة القرفة الباودر الجميلة. تمام، ونبدأ اللي احنا نقلب الخليط ده مع بعضه. وصفه كده ايه، نص صحيه يعني، انت فاهمه ازاي؟ الشوفان من الحاجات الجميله بجد. وصلنا بشويه حليب كده في الصبح كل يوم، الشوفان ده مع معلقه عسل ابيض، موضوع تاني خالص. بنفس الشكل اللي حضرتك كده شايفاه. اهم حاجه بنسيب فرق بين كل واحده وواحده عشان التسويه. درجه حراره كام؟ 190. تمام 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 يا باشا. اقوم واخدينها ونروح فين؟ عندي على الفرن. درجه حراره كام؟ 190. وده الانتاج بتاعنا كله بتاع الكوكيز اللي قدام حضراتكم. بص بدا يفرش ازاي بتاع الشوفان. على فكره نقدر اللي احنا نفتح عليه في اي وقت خالص، مفيش اي حاجه. تمام؟